اتوقع انه هيبقى ماتش قوي جدا، لان نيجيريا بجد عندها يعني محترفين بشكل قوي في المنتخبات الاوروبيه الفرنسيه، وان شاء الله برضو احنا عندنا الحمد لله يعني محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. اتوقع ان شاء الله هيبقى ماتش جيد ان شاء الله. هو يعني هو ماتش صعب، بس يعني ان شاء الله يعني المنتخب هيكسب يعني ويشرفونا وكده. يعني اعتقد بكتير قوي هيكون تعادل، نحاول نتعادل حتى مهما كانت، حتى لو نيجيريا كانت وحشه، بس منتخب مصر مش كويس، مش هو اللي كان اللي احنا بنتمناه، ودي بقت مشكله، ودي مشكله جامده جدا بالنسبه للمنتخب مصر. يعني ان احنا المفروض احنا اسياد افريقيا ان شاء الله مصر هتكسب 2-0. مصطفى محمد ومحمد صلاح ان شاء الله. ان شاء الله طبعا مصر هتكسب، حتى في التاريخ البطولات والانجازات قبل كده يعني مصر كسبانه اكتر، وان شاء الله يعني التوقعات لنا يعني لنا افضليه في المباراه. ان شاء الله النصر لمصر، وزيزو اللي يجيب الجون. مصر هتكسب باذن الله، وده بفضل ربنا اولا، ثم بفضل اللعيبه بتاعتنا، لعيبه كويسه، محمد صلاح وتريزيجيه لعيبه كويسه، وان شاء الله نحقق نتيجه حلوه. طبعا معروف الماتشات السابقه يعني محمد صلاح وجوده في المنتخب بنضمن يعني على الاقل التعادل، انما محمد صلاح بره المنتخب انا مش شايف حد يخلص في المنتخب زي محمد صلاح، فالاعتماد كله على محمد صلاح. واتوقع ان تعادل لفوز مصر 1-0 2-1 بكتير. مصر دي تنجح، مصر مصر ام الدنيا، وبقى تنتظر على نيجيريا ان شاء الله. منتخب مصر كويس، وفي شباب كويسين ولاعيبه كويسين، وان شاء الله نفوز يعني ان شاء الله ربنا.